مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنناقش فيها فرص الحل السياسي في الكويت بعد استئناف المشاورات. عادت المحادثات وتم تجاوز العقبة الأولى والمتمثلة بالضمانات التي كانت تطالب بها الحكومة. بعد يوم من بدء الجولة الثانية من المشاورات، عاد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ للجلسات غير المباشرة عقب الجلسة الافتتاحية التي تمت مساء السبت الماضي، وهذه المرة تحت مبرر إطلاع وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع على الضمانات التي طالبت بها الحكومة. الاشتراطات الحكومية تتعلق بالاتفاق على مرجعية الحوار المتمثلة في القرارات الأممية ومخرجات الحوار والمبادرة الخليجية، وهي ذات النقاط التي تعثر الاتفاق عليها خلال الجولة الأولى التي استمرت ما يقارب الأشهر الثلاثة. وعلى الرغم من تأكيد المبعوث الأممي على أن الاتفاقات التي ستخرج بها هذه الجولة من المحادثات ستكون مستندة إلى القرار الأممي 2216، وستركز على بحث النقاط التي لم يتم إحراز أي تقدم فيها خلال الجولة الماضية، إلا أن رئيس وفد الميليشيا أشار في تصريحات صحفية إلى أنهم سيبحثون ما أسماه الحل الشامل، والذي سيركز على التوصل إلى صيغة سياسية تتضمن مجلسا رئاسيا حسب قوله. عودة المباحثات مع بقاء نقاط الخلاف كما هي بدون أي مؤشرات لأي تقارب يجعل الكثيرين لا يعولون على نجاح هذه الجولة أيضا. ما هي حظوظ نجاح هذه الجولة، وكيف ستتعامل الحكومة مع محاولات العودة إلى المربع السابق الذي استمر لأكثر من شهرين ونصف؟ هذه هي التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا هذا المساء، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير فابقوا معنا. عاد الوفدان إلى الكويت وبدأت الجولة المؤجلة من مشاورات السلام اليمنية بعد حصول الحكومة على الضمانات التي كانت تطالب بها. وفي كلمته في افتتاح الجلسة العامة الأولى، قال المبعوث الأممي لليمن إسماعيل للشيخ أحمد إن القرارات المنتظرة من هذه الجولة سترتكز بشكل رئيسي على القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهو تأكيد من جانب المبعوث الأممي على المرجعيات التي تطالب الحكومة بعدم تجاوزها. الجولة التي وصفها ولد الشيخ بالحاسمة ستركز خلال أسبوعين على تثبيت وقف الأعمال القتالية بشكل كامل، وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية، وتشكيل لجان لتسليم السلاح، وفتح الممرات وإيصال المساعدات، وإطلاق سراح المعتقلين، بحسب بيان للوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وهي ذاتها النقاط التي لم تخرج الجولة السابقة من مشاورات الكويت بأي نتيجة حاسمة فيها طوال أكثر من شهرين. وفي حين كان رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي يؤكد على أنه يجب ألا تضيع الجهود في نقاشات خارج إطار جدول الأعمال خلال السقف الزمني المحدد لهذه الجولة من المشاورات، كان رئيس وفد الميليشيا يشير لما أسماه الحل الشامل والمتمثل بتشكيل مجلس رئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية واستئناف الحوار السياسي من النقطة التي توقف عندها وإجراء ترتيبات أمنية وعسكرية في ظل السلطة التنفيذية التوافقية الجديدة، وهو ما يعني تمسك الميليشيا برؤيتها التي بقيت تعرقل التوصل إلى حل طوال الفترة الماضية. الانطلاق المتعثر لهذه الجولة من المشاورات والأجواء المرافقة لها لا تبدو مساعدة على التوصل إلى حل، إذ لا تزال الهوة الفاصلة بين رؤيتي الوفدين كما هي، ولا يبدو أن جهود ولد الشيخ المرتبكة ورؤاه الضبابية ستكون قادرة على فعل شيء لجسر تلك الهوة في زمن قياسي يقدر بأسبوعين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ حلقتنا مع عضو الوفد الحكومي الدكتور معين عبد الملك. مرحبا بك دكتور معين. مرحبا بك. أهلا بك دكتور معين. دعني أبدأ معك من السؤال الذي طرحه الكثير اليوم مع بدء ولد الشيخ بجلسات منفصلة، لماذا مشاورات منفصلة؟ أعتقد أنه لم يكن هناك تحضير كافي لهذه الجولة. انتهت الجولة الأولى، وكان من ضمن اشتراطات نهاية الجولة الماضية أن يكون هناك ضغط أو تحرك دبلوماسي حتى يتم الالتزام بالمرجعيات أو تحرك في إطار جدي للمشاورات. نعم. وهذا السبب الذي دفع الوفد الحكومي إلى التشديد على ضمانات وضوابط لهذه المرحلة.
نعم. تم الافتتاح في الموعد لأن هناك كان التزام بالعودة يوم 15، لكن أعتقد هذه المشاورات انعكاس لأنه لم يتم التحضير الكافي. نعم. لكن وهذا واضح بالأمس كان من كلمة وفد الانقلابيين، كان للأسف كان فيها تراجع كبير، كان كلمة ولد الشيخ واضحة وتعكس ما تم الاتفاق عليه من ضوابط، لكن كلمة الطرف الانقلابي عادت إلى المربع الصفر، وهذا وليس لدينا إلا أسبوعين للأسف. دكتور معين تتكلم عن تراجع، ما هي أهم هذا التراجع؟ عادوا إلى نقطة الصفر من جديد. أنا أعتقد كانت كلمة ولد الشيخ تعكس ما هو جدول الأعمال لهذه الجولة بشكل محدد وواضح ويعكس التفاهمات والضمانات التي قدمت. نعم. لكن استمرار المماطلة، يعني لا نريد إعطاء أمل زائف في هذه المشاورات. يكفي 75 يوم السابقة والتي أهدر فيها الطرف الانقلابي كل الفرص لنقاش موضوعي، وحاول يعني السباحة في المطلق ووضع أفكار خارج أطر المرجعيات. نعم دكتور معين، تحدثت عن الضمانات، أنتم حصلتم على ضمانات من المبعوث الأممي بشأن المرجعيات، لكنكم لم تحصلوا على ما كنتم تطالبون به من التزامات من جانب الميليشيا. هل ستعودون إذن إلى نفس النقطة السابقة بشأن الجدل حول هذه المرجعيات؟ الضمانات حول المرجعيات هي سابقة، وحتى بعد لقاء رئيس الجمهورية ببان كي مون في قطر، وكان ذلك في الجولة السابقة، كان هناك ضمانات تتعلق بالقواعد وضوابط لهذه الجولة، كان هناك غموض حول خارطة الطريق التي تم الحديث عنها، كل ذلك تم إيضاحه، وتم إيضاح أن هذه الجولة محددة بأسبوعين فقط ولنقاش الانتخابات وتسليم السلاح، وتتركز على تطبيق القرار 216. في ذلك هناك الكثير من النقاط التفصيلية تتعلق بالانسحابات من مدن وتشكيل لجان عسكرية وما أشار إليه المبعوث. نعم. محاولة الطرف الانقلابي القفز إلى نقاش أمور سياسية ليس مكانها هذه الجولة نهائيا، وهذا واضح، ويجب استغلال الوقت في خلال الأسبوعين لتوضيح الطرف الذي يعرقل السير في المشاورات. نعم، إذن يبدو أن ما زال الأمر في نفس الدائرة، كما غادروا الكويت عادوا إليها وهم في نفس الدائرة، إذن ما الذي فعله ولد الشيخ في صنعاء؟ هذا ما تحدثت عنه، وكان هناك اتفاق مع نهاية الجولة الأولى أن يتم هناك زيارات ضغط على القوى السياسية. للأسف الطرف الآخر يقرأ المواقف الدولية بشكل خاطئ، لديه أوهام معينة، مجرد الحضور إلى الكويت وإعادة نفس الأسطوانة أنه سيعود الأمر كما كان عليه. تم حديث ونقاش وتم تكرار هذا الحديث ل75 يوم، والناس ملت من هذا الموضوع. نريد آليات حقيقية لتطبيق القرار، نقاش حولها. أما محاولة التراجع، للأسف لا يوجد توثيق لكل هذه المواقف. يجب أن تكون الجولة القادمة صارمة واضحة، وأن يحدد المبعوث أي نقاط الخلل في تطبيق ما تم. يعني كلمة ولد الشيخ أمس تعكس جدول الأعمال في هذه الجولة. نعم، دعنا نتحدث عن كلمة رئيس وفد الميليشيا الذي قال أنهم متمسكون بالرؤية التي تم تقديمها من قبلهم خلال الجولة الأولى، ألا يكفي هذا لإعلان فشل المشاورات؟ إذا تمسكوا بهذا الموقف واستمر التسويف، للأسف ستكون نتيجة الأسبوعين نتيجة يعني تقريبا فشل هذه الجولة إذا استمروا على نفس المنهج. نعم، إذا ولد الشيخ اقترح خلال اجتماعه اليوم بوفد ميليشيا الحوثي والمخلوع البدء بالملف الأمني والعسكري قبل الانتقال لتكوين الحكومة، فيما وفد الميليشيا يتمسك بصيغة الحل السياسي، ما هي الرسالة التي يمكن استنتاجها من هذا التباين؟ أنا أعتقد أن الوضع محبط للمبعوث الخاص. نعم. أعتقد اليومين القادمين ستشهد الكثير من المشاورات الغير مباشرة، محاولة التحرك والضغط أيضا مع المجتمع الدولي، الضغط على الميليشيات. آخر الجولة الأولى كان هناك ضغط أيضا من المجتمع الدولي في لقاءات أخرى أنه على الحوثيون أن يتقدموا وأن يقدموا تنازلات حقيقية في موضوع بشكل واضح بالانسحابات وتسليم السلاح، أنه هذا مبدأ لا يمكن القفز عليه. موضوع أي ترتيبات للحكومة أو أي حكومة يعني تعود إلى العاصمة، عودة مؤسسات الدولة للعمل دون تدخل، لا يمكن أن يناقش إلا بعد الاتفاق على الانسحاب وتسليم السلاح. ضغط عليهم في نهاية الجولة الماضية، والآن للأسف يبدو أنهم عادوا وكأن شيئا لم يكن.
نعم دكتور معين، إذا ما انتهى السقف الزمني والذي تحدد من قبلكم بأسبوعين ولم يحدث أي تقدم على مسار المحادثات، ما هي الخيارات أمامكم؟ الخيارات موجودة على الآن، رئيس الوزراء موجود في عدن، محاولة تطبيع الأوضاع في عدن ومارب، الوضع صعب لكن نعم. لا يوجد شيء يقيد الحكومة، المقاومة بشكل يعني في الأخير هذا مسار سياسي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة موجودون لتطبيق القرار والنقاش حوله، يجب أن نكون متواجدون هنا، لكن لا ينبغي التطويل والتسويف، يجب أن تكون جولة واحدة كما حددت بأسبوعين حتى يتضح هل هناك نية حقيقية للسلام أم لا. نعم، هنالك من يتحدث عن ضغوطات تمارس على الوفد الحكومي أكبر بكثير من تلك التي يفترض أن تمارس على الميليشيا، ما صحة هذا الحديث؟ في الأخير طرف الميليشيا طرف غير ملتزم غير منضبط ولا يأبه بأحد، لكن لن يقدم الطرف الحكومي أي تنازلات، هناك مرونة كما تحدثنا لكن لا يوجد أي تنازلات، فمهما كان هناك من أي ضغوط لكن ينبغي في الأخير الوضع السياسي والقانوني في هذه المشاورات واضح فيما يتعلق بالمرجعيات، تحدثنا أن في ضمانات كانت بلقاء بعد لقاء الرئيس ببان كي مون وعيد التشديد على هذه المرجعيات، ممكن أن نقدم أفكار ومرونة في إطار هذا في إطار تراتبية في تنفيذ القرار، في إطار واضح يحمل السلام، كلفة السلام أقل بكثير من أي معارك قادمة، لكن إذا استمر الطرف الآخر فلا خيار سوى استمرار المقاومة والدولة في ترتيب أوضاع المناطق المحررة. نعم، إذن دكتور معين عبد الملك عضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام الآن ننتقل إلى ضيفي من الرياض الصحفي رشاد الشرعبي، أهلا ومرحبا بك سيد رشاد. مساء الخير أختي العزيزة. مساء الخير سيد رشاد. رفضت الحكومة العودة إلى الكويت قبل الحصول على ضمانات أممية، والآن تعود بضمانات شفوية وما زال المبعوث الأممي يقنع بها الطرف الآخر، كيف تعلق على الأمر؟ بالتأكيد أن الحكومة اليمنية تعرضت لضغوط شديدة من قبل المجتمع الدولي ومن قبل سفارات دول 18 تحديدا والأمم المتحدة، لكن ما ينبغي التأكيد عليه أن المشاورات كلها في بعضها هي تدور في شبه حلقة مفرغة. نعم. لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة ما دامت هناك أساسيات لم يتم الالتزام بها. أولا من حيث أن الإنقلابيين حتى اليوم لم يعلنوا التزامهم بقرار مجلس الأمن الذي يتم التشاور حوله أساسا كمرجعية من المرجعيات الأساسية، هم لم يلتزموا حتى اليوم ولم يعلنوا التزامهم ولم يعلنوا تسليمهم بهذا القرار من حيث المبدأ، ولذلك من تم ولد الشيخ هو الذي يعلن عن ما يلتزمون به، لكنهم لم نسمع منهم حتى اليوم أي إعلان عن التزام سواء الوفد المفاوض أو زعماء. إذن على ماذا يعول ولد الشيخ وعلي عبد الله صالح؟ إذن على ماذا يعول ولد الشيخ على إنجاح هذه المشاورات واستئنافها والذهاب إلى صنعاء؟ على ماذا تعول الأمم المتحدة إن كانت كما أوردت أنهم لا يعترفون حتى بالقرار؟ نعم هذه هي المشكلة الأساسية، أن ما يتم التشاور عليه هناك طرف أساسي في الموضوع لا ليس ملتزما به ولم يعلن الالتزام به والتسليم به، ولذلك من الصعب الحديث عن أن هذه المشاورات ستصل إلى أي نتيجة. هم اليوم يطرحون نفس المطالب التي طرحوها في البداية قبل 80 يوما أو 90 يوما من مشاورات الكويت، هي ذات المطالب، هي ذات الأمور الأساسية التي يتحدثون عنها والمتعلقة بتشكيل حكومة وفاق وطني أو حكومة وطنية كما تريد أن تسميها، وأيضا موضوع إيقاف غارات التحالف الوطني، ليس لديهم أي رغبة لتسليم السلاح لإنهاء الانقلاب الذي تسبب بما حصل من تدخل التحالف العربي والمقاومة وغيرها. هم يرفضون الحديث عما قاموا به من إجراءات هي إجراءات انقلابية، تم الانقلاب على شرعية كانت قائمة على مخرجات الحوار الوطني على المبادرة الخليجية، تم تجاوز قرارات مجلس الأمن التي صدرت وهي في حدود 4 قرارات وأعتقد 3 بيانات أو العكس، ولذلك من الصعب الحديث عن أن هذه المشاورات ستحقق أي نتائج
ما دام ان احد الاطراف المتحاورة او المتشاورة ليست لديها قناعة او رغبة للوصول الى اي حل سلمي او نتيجة. نعم سيد رشاد وصلت الفكرة. نعم. اسمح لي ان انقل السؤال لضيفي الدكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان لدراسات الاعلام. مرحبا بك دكتور عيدروس. اهلا وسهلا يا مرحبا. دكتور عيدروس دعني انقل لك النقطة. ضيوفي الكرام لعلك استمعت اتحدث ان الامر يدور في حلقة مفرغة ذات المطالب ذات الامور الاساسية. لا يوجد لدى الطرف الاخر الانقلابي اي رغبة بالخروج بحل جاد من هذه المفاوضات. اذا على ماذا يعول ولد الشيخ والامم المتحدة اذا كانت الحكومة رفضت الذهاب للمباحثات ومن ثم ذهبت رغم وجود أي ضمانات حقيقية؟ ما تعليقك؟ تقصدين رغم عدم وجود أي ضمانات نعم. حقيقية؟ طبعا أنا ما لا أدري هل هو هذا السؤال الذي بدأتم به لأنني دخلت متأخرا. أحيي ضيوفك الكرام وأحييك وأحيي المشاهدين الكرام. أنا منذ يومين نشرت منشورا على صفحتي في الفيسبوك وتداولته كثير من المواقع وسميت مشاورات الكويت والطريق المسدود كان العنوان. نعم. أنا صرت على قناعة كاملة. كنت منذ شهرين أناشد الوفد الحكومي بأن لا ينسحبوا وأن لا يعلقوا مشاركاتهم وأن يصروا على تعرية الطرف الإنقلابي حتى النهاية. لكن بعد السبعين اليوم التي ظهر فيها أن وقد قلت بصراحة أن الحكومة لا تخطط ماذا تريد بينما الطرف الإنقلابي يخطط لما يريد. نعم. الطرف الإنقلابي استفاد من الهدنة ومن المشاورات في الآتي: توسيع نطاق نفوذه، السيطرة على مزيد من المساحات، مزيد من الحصار، مزيد من الاعتقال والاحتجاز القسري للناس، ومزيد من الهجمات حتى على السعودية التي وقع معها اتفاق تهدئة على الحدود. واليوم لعلكم لاحظتم أنه في بداية المشاورات الجزء الأول من لقاء الكويت تلكأوا الجماعة حوالي أسبوعين حتى وافقوا على الذهاب وذهبوا مصرين على أن لا يخرجوا بنتيجة. وطبعا كانت السبعين اليوم كافية للاقتناع بأنهم لا يريدوا النتيجة إلا شرعنة نتائج الانقلاب وتحويلها إلى مشروع دولي يوافق عليه الأطراف الدولية والإقليمية والشرعية. نعم. يعني هم مخططين بشكل جيد ويدركون ماذا يريدون ويسعون إلى ما يريدون. نعم. الطرف الحكومي يتوسل يتودد يترجى لكنه لا يعمل شيء على الأرض. أنا أعتقد ونقدي الشديد لطرف الحكومة أن الحكومة ذاهبة بدون مشروع. الحكومة تذهب مراهنة على المناشدات الأخلاقية أنه في قرار دولي يا من عاه نفذ القرار الدولي. لا، الذي يريد أن ينفذ قرار يقدم حجج قوية ويقنع بها الأطراف الدولية والأطراف الإقليمية. أعتقد أنه من أجل إجبار الطرف الإنقلابي على الخروج بنتيجة تعيد خلينا نقول الشرعية بين قوسين إلى وضعها الطبيعي ثم الشروع في عملية سياسية في بيئة سليمة. على الطرف الحكومي أن يعزز مواقعه على الأرض، وهو ما يعني كيف ذلك؟ تخفيف الهجمات، تحقيق هزائم عسكرية ميدانية بالطرف الإنقلابي لإجباره على القبول بالمشاورات. أما المناشدات الأخلاقية والرهان على أن ولد الشيخ قد يعني سيقنع الجماعة، ولد الشيخ ليس لديه عصاح السحرية، ثم أن ولد الشيخ بكل صراحة موظف بيروقراطي لا يتقن التزاماته تجاه الأمم المتحدة، لأن القرار الذي نبحثه هو صادر عن المنظمة الدولية التي كلفت ولد الشيخ، وليس صادر عن عبد الرب منصور هادي أو عن الأحزاب الموالية أو القوى الموالية للرئيس وللشرعية. القرار صادر عن الأمم المتحدة. الأمم المتحدة بعثت مبعوث لتنفيذ القرار. لماذا يعمل تجزئات وتقطيعات لهذا القرار وهو واضح وضوء الشمس؟ هذا يعني أن ولد الشيخ مبسوط بتمديد المشاورات. نعم. وكل ما طالت المشاورات بالنسبة له هو الأمر لا يهمه، لأنه لا يعيش معاناة المواطنين
ولا يعيش الحصار والتجويع والتدمير والتفجير والتهجير الذي يعيشه المواطنين نعم. اليمنيين. نعم وصلت الفكرة دكتور عيدروس، اسمح لي لأن أعود للسيد رشاد الشرعبي. سيد رشاد لعلك استمعت لحديث الدكتور عيدروس، تحدث عن أن الحكومة لا تخطط لما تريد على عكس الإنقلابيين، وتحدث على الضعف الأداء الحكومي على الميدان والأرض، وهذا بالذي يجعل المحادثات في مكانها. ما هو تعليقك؟ تحية أولا للدكتور عيدروس النقيب على ما تحدث به، وأنا أعتقد أن الحكومة هي لديها قصور كبير جدا في الأداء، لكن الأهم أن القصور هو يتعلق في عدم الحسم عسكريا، عدم التحرك على أرض الميدان. نعم. أيضا غياب الدولة عن المناطق المحررة، وهذه هي المسألة المهمة. هناك تحركات من خلال وجود رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء في عدن، و أيضا التحركات في حضرموت ومأرب، لكنها لا تكاد تعطي صورة جيدة عن حضور الدولة في المناطق المحررة. ولذلك كان ينبغي أن يكون هناك تحرك أقوى من ذلك وأداء جيد في المناطق المحررة، وأيضا يكون هناك أداء جيد من حيث العمليات العسكرية وتحرير صنعاء وتعز وبقية المحافظات وإنهاء المشكلة من أساسها. إذن لماذا هذا الأداء السيء؟ التعويل على موضوع الحلول السلمية أو حتى على قرارات مجلس الأمن ليس جيدا ولن يحقق شيء. ما يدور هو مجرد ضغوط من المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يعتقد أنه قد أعطى الحكومة والتحالف العربي الفرصة الكافية لإنجاز مهمة إنهاء الانقلاب، لكنهم حتى الآن عام ونصف لم ينجز شيء، ولذلك ينبغي عليهم أن ينجزوا هذا في أسرع وقت ممكن، وحتى خلال الأسابيع القليلة القادمة، واستباق حتى المباحثات. ولذلك ما يقرر هو أن يتحول المجتمع الدولي إلى صف الانقلابيين ويتحدث باسمهم، وهو الذي حاصل الآن، أن هناك ضغوط شديدة على الحكومة وعلى التحالف العربي تتعلق بإنجاز ما على الجانب العسكري أو تشكيل حكومة جديدة وإنهاء قرار مجلس الأمن أو الالتفاف على قرار مجلس الأمن 22-16. لابد من تعرف من قبل الحكومة ينهي المسألة من أساسها، لابد من تقدم نحو العاصمة صنعاء وتحرير تعز وتحرك باتجاه صعدة وعمران، وهو الذي سيجعل على هؤلاء الانقلابيين يستسلمون ويرضخون لقرار مجلس الأمن. لكن بالصورة التي هي حاصلة الآن لا يمكن أن يوافقوا على شيء. هم يستفيدون من الوقت ويستخدمون هذا الوقت لمزيد من الانتشار للتحشيدات والتعزيزات، ولعلنا نسمع أخبار صفقات السلاح التي تصل إليهم التي تؤكد أنهم ناوون على حرب طويلة المدى، وأيضا تحركاتهم في إطار مؤسسات الدولة، التجنيد والترقيات التي تتم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وأيضا تحركاتهم في المؤسسات المدنية. هذا كله أكد على أنهم لن يرضخوا ويستسلموا إلا بحل عسكري حازم وحاسم وعاجل. نعم، إذن سيد رشاد الشرعبي شكرا جزيلا لك. نعود لك دكتور عيدروس النقيب. دكتور، عقد اليوم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لقاء مع وفد الحوثي والمخلوع لإطلاعهم على الضمانات ولإجبارهم على الاعتراف بشرعية هادي، ما زالوا في هذه النقطة. ألا يعني ذلك أن الحديث عن الضمانات من قبل الأمم المتحدة ليس أكثر من محاولة تقديم ما لا يمكن تقديمه؟ الأمم المتحدة هي تشتغل بعقلية أو خلينا نقول ثقافة الوسيط الذي يحاول أن يقرب بين وجهات النظر. وجهات النظر التي يمكن التقريب فيما بينها عندما تكون القضايا المتنازع عليها قضايا إشكالية غير واضحة المعالم، يعني نزاع على حقوق بين متنازعين، بين دولتين أو بين طرفين أو بين معسكرين متحاربين في حرب يعني غير واضحة معالمها وأسبابها. أما في اليمن هناك قرار اتخذته الأمم المتحدة، ويبقى أعتقد أنه ولد الشيخ هو يراهن على أنه يمكن أن يحدث تغيير على الأرض هو الذي يملي النتائج. كلكم تعلمون أن اتفاق السلم والشراكة عندما وقعوا بن عمر كان طبيعة عشية احتلال صنعاء أو اليوم التالي لاحتلال صنعاء من قبل الجماعة، ما يعني أن ولد الشيخ أو بن عمر وولد الشيخ ونسخة أخرى منه هم يعملون على مجاهدات الأقوى.
نعم. ولكي مرة أخرى أؤكد وأنا ربما أشاطر للزميل رشاد الشرعبي الذي أحييه، عرفت أخيرا أنه في ضيفكم كان. يعني لكي تكون الدولة السلطة الشرعية يعني في موقع المفاوضة القوية، يجب أن تحدث تغيير على الأرض، والتغيير على الأرض معناه تأمين المناطق التي جرى تحريرها وتحويلها إلى منطقة دولة. اليوم للأسف الشديد، وأنا أشرت في المنشور الذي تحدثت عنه، فشلت الشرعية في أنها تدير المناطق المحررة. ماذا لو حررت صنعاء وعمران والجوب وصعدة؟ هل كيف ستدير هذه المناطق وهي اليوم فاشلة أن تدير المناطق المحررة التي لا يوجد فيها عسكري حوثي واحد أو عسكري واحد مؤيد لعلي عبد الله صالح؟ السلطة أظهرت فشلا ذريعا. وبالتالي الناس لا ينجذبون. لو أن عدن مؤمنة من حيث الخدمات والأمن وفيها حضور للدولة والجهاز الإداري يشتغل والقضاء ماشي بشكل سليم والأمور ماشي والدولة حاضرة، الناس سيندفعون لتحرير مناطقهم لأنفسهم، لأنهم يريدوا الأمان. المواطن اليمني متعود على أن يبحث عن الأمان، لا يبحث من الذي على الحق وعلى الباطل. دكتور عيدروس، هنالك من يلقي اللوم على فشل الحكومة في عدن للدور الإماراتي فيها وأنها تقوم بدور في هذا الإفشال، ما هو تعليقك؟ الإمارات ليست دولة احتلال، الإمارات دولة صديقة متعاونة. وبالتالي لو حضر رئيس الجمهورية والحكومة والوزراء ووزير الداخلية ورئيس الجهاز الأمن القومي والأمن السياسي وأمنوا الوضع في عدن وأمنوا الوضع في أبين ولحم وحضرموت وشبوة المناطق التي هي محررة وقمعوا الإرهاب وأوقفوا التفجيرات ووفروا الأمن ووفروا الخدمات والماء والكهرباء. الماء والكهرباء، ما قصة الديزل الذي غائب عن مطفات عدن معطلة والكهرباء في عدن معطلة وهي تشتغل بطاقة تغطي عدن وتعز وأبين ولحم؟ يعني في إفشال، في سعي لإفشال السلطة المحلية في عدن حتى لا تقدم نموذج محترم. لكن الحكومة تتعامل كأنها دولة محايدة، كأن عدن دولة صديقة وليست دولة أرض عاصمتهم التي يديرونها. نعم، وصلت وجهة نظرك. نعود إلى موضوع الحلقة حول المشاورات، الطريق الذي تمضي إليه الجولة الثانية من المشاورات لا يبدو مختلفا كثيرا عن الجولة السابقة. باعتقادك، ما هي الخيارات التي سيتجه لها المبعوث الأممي ومن خلفه المجتمع الدولي؟ هل تتوقع حلا على أساس خارطة الحل الذي قدمها في وقت سابق؟ أعتقد أن خارطة الحل أراد ولد الشيخ أن يرميها كفقاعة كبالون اقتدار للطرفين على مدى الاستعداد لهم. وكما لاحظتم تحمس الحوثيون وتردد جناح علي عبد الله صالح قليلا الموضوع انتقال لجنة التهدئة إلى ظهران الجنوب ورفضتها الحكومة. يعني هذه ليست اتفاقية وإنما هي خارطة أراد أن يعمل أن يجرب بها، إذا وافقوا بها لم سيبدأوا من جديد. أعتقد أننا سنبدأ من النقطة التي بدأوا بها في 27 أو 28 إبريل، وسيراوحون حول جدول الأعمال وحول تراتبية القضايا. الجميع المتمسكين يشتوا يحلوا موضوع الرئيس أول وإبعاد الرئيس والتخلص منه. وأنا طبعا ما لا يعنيني على عبد ربه منصور هذه، أنا يعنيني أنه في سلطة شرعية منتخبة هكذا قيل. نعم. في 2012 جرى انتخاب رئيس وسلطة يعني وصادق عليها مجلس النواب، وجاءوا الجماعة يريدون سلطة غير منتخبة وبديلة ويكونوا هم فيها في المناصفة. هذا معناه شرحا في الانقلاب. نعم. وتحويله إلى قرار دولي. الآن نعم. أتوقع وأنا أقول لكم يعني توقعاتي أنه ما لم يطرأ تغيير في ميدان العمليات العسكرية لصالح الشرعية وتحقيق تقدم في مناطق جديدة وتجبر الطرف الانقلابي على الاندحار للقبول بعدين بأي مفاوضات، سيظل الجماعة يروحون في مكانهم وربما احتلوا مناطق جديدة. نعم، وصلت الفكرة. ثم يتحولون هم إلى السلطة. نعم. التي تفرض شروط. نعم، شكرا لك دكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. بالأخير لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة، وأشكر ضيوفي. كان معي من الكويت الدكتور معين عبد الملك عضو الوفد الحكومي، ومن الرياض الصحفي رشاد الشرعبي والدكتور عيدروس النقيب. وهذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من الإعداد من زميلي كمال حيدرة. ألقاكم على خير.